فيش غيري مش لبس جرابات اليوم. الهدف من الزيارة إنقاذ العام الدراسي وتحصيل حقوق الهيئات التعليمية واستدرادا حماية التعليم الرسمي والمدرسة الرسمية في لبنان. قابلنا اليوم دولة الرئيس مع وفد من الحزب، وكان التركيز على كيفية صرف مبلغ 5000 مليار ليرة الذي خصص للتربية، وأقر بآخر جلسة لمجلس الوزراء كدفعة أولى، وهذا الذي خصص ضرورة وصوله بشكل منتظم للمدارس وإلى الأساتذة والمعلمين بعد تأمين الحوافز اللازمة لهم من أجل إنهاء العام الدراسي القادم بشكل طبيعي. لأنه للحقيقة النقابات والمعلمين مصرين عدم العودة إلى التدريس وإلى المدارس الرسمية إذا لم يحصل حقوقهم كاملة، وأيضا يحافظ على كرامته وعلى قدرة على التعليم وعلى القدرة على الانتقال إلى المدرسة الرسمية. إذن آن الأوان ليقنع الجميع أن التربية حق لكل مواطن في لبنان، والتعليم حق لكل مواطن، والاستثمار الحقيقي في التربية هو في المعلم، بالتالي الحفاظ على المعلمين ضرورة وواجب كما قلنا دائما. نحن في الحزب عقدنا اجتماع أو أكثر من اجتماع مع مفوضية التربية، وبدأنا بحراك من خلال المؤتمر الصحفي، واليوم قابلنا دولة الرئيس، سنقابل دولة الرئيس نبيه بري أيضا وكل المعنيين بالوضع المالي. المشكلة ليست بالتعليم موجودة في وزارة التربية، المشكلة ولا بالمعلم، المشكلة موجودة بالتمويل اللازم. فبالتالي اليوم بعتقد مثل ما الرغيف مهم للمواطن، التعليم من المهام الأساسية لإنقاذ مجتمع كامل في لبنان. الاستثمار الحقيقي كما قلت هو بالمعلم الذي هو عماد الوصول إلى هذا الحق اللي هو حق التعلم لكل طالب وكل ولد في لبنان. أبدى دولته الحرص الشديد على نجاح العام الدراسي القادم، وسنتابع الموضوع مع معالي وزير التربية، وسنتابع الموضوع كما قلت مع كل المعنيين، وبالتحديد الموضوع المالي. شكرا لكم. تماما لهالسبب، مثل ما قلنا المشكلة مش بالتربية، المشكلة بالمال. المهم في 5000 مليار كدفعة أولى، 5000 مليار ليرة لبنانية، كيف بدها توصل للمدرسة وللمعلم بأي طريقة، وبالتحديد بموضوع الحفاظ على كرامته من خلال الدفع بالدولار.